حضرتك كواحد مزارع دلوقتي علشان ازرع فدان قطن، هيكلفني كموي ايه ورش ايه؟ واجي اخر السنه واللي انفر في جمع القطن نفس الحكايه، نفر ب 40 جنيه جامد، 40 بكام؟ واصرف على دي واصرف على دي، واجي ارمي قطن في الارض في البيت عندي، لا انا عارف ان انا اسدد ايجار، يعني لو انا مأجر فدان قطن لا عارف اسدد ايجاره ولا عارف ادفع مقاومه للجمعيه الراش، ورميه كمان عندي الفدان مش جايب 7 8 قناطير قطن، يعني لو اتربط على 1100 زي ما هو بيقولوا كده خلاص ما عادش حد هيزرع القطن ده خالص، لان انا هزرعه ليه اصلا؟ طب ما انا ازرع رز احسن بمخالف كمان، ولو انا اخالف الرز هزرعه علشان اقدر اكل بيتي، وفي نفس الوقت الرز كده كده هياكل هيتاكل، انما القطن خلاص محصول هيترمي ما عادش حد هيزرعه في الفلاحين كزراعه، ما عادش هيتزرع على وضع، لا القطن ده لو اتباع اقل من 1000 ونص السنه دي كقريه من المنطقه اللي انا عايش فيها دي مش هيتزرع فيها تاني، علشان 1000 ونص اقل حاجه 1000 ونص عشان يغطي تكلفته، انما ك 1100 ممنوع حد يزرعه هنا تاني خلاص. اتفضل يا محاج الكلام. فدان دلوقتي واخد 4000 جامع، النفر يموت 40 جنيه ها، واخد كمان ابو رش ب 2000 جنيه كمان. يجيبها بقى القطن يجيبها ايه؟ ما حد يزرعها. تكلفه بيعه كام دلوقتي يا حاج؟ ما فيش محل، مالوش اي سعر ولا اي حاجه، ولا حد بيقول انتم كام ولا جمعتوا ولا حاجه. طب هل الحكومه مش رابطه سعر معين لبيع القطن؟ ما فيش، ما رابطوا ولا جابوا لنا حاجه. تمام. نهائي. نزرع ونعمل ايه؟ فاحنا خلاص على كده لا عدنا زرعين ولا عاملين، لما يبقى بالفحة مزرعين، اما يبقى نفر ب 40 جنيه وياخد رش كمان ب 2000 جنيه، يعني الفدان بياخد 3 4000 جامع وبياخد له 2000 جنيه مكومه وزي ما انت واخد بالك مش عارف انك نفسنا حد اهو. يعني هو دلوقتي حاجه تكلفه بيعه ما بتجيبش ثمن او ما بتجيبش حاجه، ما بتجيبش، والنفر ب 45 جنيه اهو في الارض. تمام. ورشه زي ما انت واخد بالك. يعني ال 1100 جنيه اللي عارضينه اليومين دول مش ما يجيبش، لا ما يغطيش خالص، ما يغطيش خالص والله، ما يغطيش، ما عندناش زرعين، احنا ما عندناش زرعين.